هذوما توا كلهم المشي القروين قداش من سرير؟ 40 سرير لي الكتريك معاهم لي 40 متلا، لي 40 متلا تاع غيماسيون دي متلا ساندويتش ماشي للحوايج ماشي القروين الكل. دكتور ان شاء الله تكون بخير والرحله هذه موفقه. مرحبا بك في القيروان. اليوم جبتوا مساعدات القيروان، القيروان اليوم تتنفس، اليوم تعيش بفضل جهود اولادها من ابناء القيروان في القيروان وفي جهات اخرى وفي الخارج. ان شاء الله معناتها ازمه وتتعدى على بلادنا. معناتها هذه ازمه الكوفيد، معناتها ازمه مست انحاء العالم الكل، ما مستش كان تونس. يجب تكون فيها معناتها تكاتف نتاع مجهودات الناس الكل، ومعناتها من باب معناتها الشعور بالمسؤوليه نتاع التوانسه الكل، فما عديد مبادرات معناتها جايه من البلايص الكل، معناتها من العالم الكل. نحن كتوانسه معناتها انا في شخصي معناتها دكتور ناجح فرح اللي مقيم في سويسرا معناتها ومؤسس توا معناتها معناتها فونداسيون، معناتها فونداسيون فرح اللي معناتها تساهم مساهمه كبيره توا معناتها باش نجموا نعاونوا بلادنا. بديت بالقيروان اليوم، غدوه ان شاء الله زاد باش يمشي معدات لولايه باجه، بعد غدوه باش تمشي معدات لولايه سليانه، ولايه الكاف، ولايه زغوان، وولايه نابل. معناتها ان شاء الله ان شاء الله. بالنسبه للماتريال اللي جاء اليوم معناتها في 40 سرير معناتها الكتريك، فيه معناتها معناتها دي ماتلا اونتي سكار، فيه معدات للكوفيد، فيه دي زوكسيماتر، فيه دي ساتيرومتر، فيه دي لارنجوسكوب، حاجات اللي نجموا نستعملوهم معناتها في الاستعجالي، فيه معدات لذوي الاحتياجات الخاصه ومعدات زاده للعجزه. ان شاء الله ربي يحمي بلادنا. ونوجه زاده تحيه شكر لصديقي واخويا سي فوزي المجبري، اصيل معناتها مدينه عبيده، وزاد السيد رئيس بلدية عبيدة اللي استقبلنا زاد استقبال باهي سي مهدي، وخاصة معناتها زاد استقبال زاد من أهالي القيروان وأصحابنا، وعلى رأسهم سي سيد الفرجاني اللي معناتها جاء معانا. والحقيقة يعني هو وسي الفتيتي معناتها عملوا حاجة نجم كان نذكرها، على خاطر في ساعات معناتها مسؤولين تاعنا ويلزمنا وقت اللي ما يعملوش واجبهم نقول ننقدوهم ونفيقوهم، خاطر هذاك دورهم. اما وقت تشوف باللي فما ناس تعمل الباهي وتعدي معاك نهار كامل معناها في ظروف قاسيه، معناها في الدبو نتاع وزاره الصحه شابي ويساهموا، ما نجمو كان معناتها نشكروهم ونثمنوا. وراهي تونس صغيره وتونس تتسع عنا الكل، وبلادنا ماناش مسلمين فيها، نزيدوا نعاودوها. وهذه بوادر مؤسسه فرح معناتها ناكد لك ونعاود لك انها باش نعاونوا، باش نعاونوا معناتها رغبة في دعوة معناتها ورحمة على الوالدين لا أكثر ولا أقل، ما وراها حتى حاجة أخرى. ربي يرحم والديك. ربما احنا سمحني شفنا البارح السيد وزير النقل سهل لكم مهمة دخول الحاوية يعني اللي جات، ربما ثم تعطيل للجمعيات، تلقى تعطيل في الحاويات والمساعدات هذه، يحكيوا على 150 جهاز تنفس معطلين في الديوانة. كيفاش ترى ربما إذا كان ثم تسهيل ماذا بينا يكون ديما، وإذا كان ثم تعطيل كيفاش ترى لازم معالجة؟ كانت لي فرصة معناتها باش تكلمت مع السيد رئيس الحكومة إثر زيارته الأخرانية لسويسرا، يعني وتكلمت معاه معناتها على مسألة أنه نطالبوا توا معناتها خاصة في الظروف هذه الاستثنائية بإجراءات استثنائية، لما لا معناتها تتعمل معناتها كما الشباك الموحد اللي يسهل التوانسه الكل، معناتها يسهل لهم عمليه معناتها جلب المعدات هذه الطبيه، على خاطر الوقت ثمين والوقت مهم بالنسبه معناتها لانقاذ ارواح معناتها نتاع توانسه يستحقوا معناتها اجهزه تنفس واشياء اخرى. وكانت معناتها استجابه الحقيقه انه معناتها باش يصير التفكير في الموضوع هذا، معناتها ولما لا معناتها انجاز حاجه في السونس هذا اللي تتوجد معناتها اجراءات مبسطه وواضحه باش الناس كل معناتها تنجم تجيب مساعداتها في اسرع وقت وباقل معناتها تكلفه نتاع وقت والا تكلفه في الارواح اللي هي مستحقه لنا في الوقت هذا.
شكرا. احنا كإذاعة الحياة فهم نشكر مبادرتك انت والمجموعة اللي معاك. ربما نحبوا نوصلوا مساج للناس اللي تحب تعا وتحب تتبرع في ظل الوضع ذي الصعيب، ونحن كإذاعة الحياة فهم رفعين شعار القيروان تتنفس يد واحدة القيروان تعيش. ان شاء الله تونس الكل تتنفس وتعيش، وهذه فترة صعيبة باش نعدوها ان شاء الله الكل مع بعضنا. وانا نأكد لك انه برشة توانسة في الداخل وفي الخارج معناتها يعاونوا تونس ويحبوا يعاونوا تونس، وبرشة ميساجات جتني معناتها من زملاء أطباء موجودين في سويسرا وفي بلجيكا وفي فرنسا وفي البلايس الكل، على خطر اللي ما يعاونش بلاده في ظرف كما هذية ما نتصورش معناتها. أنا الناس كل معناتها تحب تعاون وناس كل تحب تساهم، وميساج معناتها أنه الناس كل نحافظوا معناتها على رواحنا، نحافظوا على عائلاتنا وعلى بلادنا، وإن شاء الله في أسرع وقت يجي معناتها اللقاح، وندعو الناس كل باش معناتها يمشوا للقاح على خطر هذاك الحل. أما قبل اللقاح وحتى بعد اللقاح يلزم معناتها نستحضروا ونعملوا إجراءات معناتها الليجيان معناتها وغسيل اليدين والكمامة، على خطر هذوكم معناتها من الحاجات اللي باش يسهلونا في الظرف الصعيب أن نتعدوا هالمرحلة الصعيبة. وتونس راهي باش تتعداها بحول الله، يلزم يكون فما أمل وثقة معناتها، وبحول الله ما فما كل خير.